اهلا وسهلا بكم جيمرز يوتيوبرز و everybody in between. انا علي السيد ولين جسر. النهارده احنا جايبين لكم نقاش عن الالعاب الالعبه يو الالعاب اللي هتصدر في سنه 2016 بشكل مشترك ما بين الكونسولز والاجهزه والجو والجواهز كتحول والجواهز. لا اليوم خاص على اخر معي انا وعلي مين اهوى. فاكيد كثير في العاب حتصدر ب 2016 كمان على اجهزه مختلفه ومع البي سي وهذا، بس نحن نقينا افضل 10 باعتقادنا لنخبركم عنها، او 11 حتى نسيت اخر مره عديتهم. طيب يلا نبدا. اول لعبه XCOM 2. عندك ايه تقول عن XCOM 2؟ لعبه كثير حلوه لانه اول شيء خيال علمي طبعا سولد. وبتحكي عن صراع بين البشر والمخلوقات الفضائيه. هي لعبه استراتيجي ولازم تستعمل الاربع جنود تاعولك اللي كان عندهم يعني اختصاصين مختلفين لتقدر تقضي على الاعداء وتقدر تحرر البشريه من طغيانهم. فا اكس كوم اول لعبه نزلت كثير كانت حلوه. كثير عم لعبتهاش حلوة كتير، وحتى يعني عملوا منها بورد جيم كمان كانت ناجحة كتير. اوكي. فطريقة اللعب فيهم لهالألعاب عادة كتير حلوة، طريقة الاستراتيجي وطريقة اللي لازم انت تفكر فيها بتكون مميزة فريدة من نوعها. ومثل ما شفنا من العروض الدعائية انه كمان الرسومات شكلهم خلابة بشكل. وخلاص انه المفروض تصدر قريب بشهر 2 كمان. شهر 2 وكمان احنا هنكون عم نراجعها، فتراقبوا المراجعة على الموقع. ننتقل إلى Unravel. Unravel المفروض ان هي بلاتفورم سلاش بازل جيم. انا متحمس لها شويه لان بحب العاب البلاتفورم anyways. فانا متحمس لها شويه لانه شخصيتك تبقى عباره عن طابة من الصوف. بالضبط، او كره خيط اسميها كره عشان اسهلها. كره من يعني شخصيه من الخيط، بتستخدم الخيط بتاع شخصيتك عشان تقدر تحل الالغاز وتروح لا يعني تتنقل. بالضبط، تتنقل من مرحله لمرحله، ولازم تلعبها بذكاء عشان طب اللي هي كرة الخيط بتاعتك ما تخلص بيسكلي. بتذكر لما شفنا العرض الدعائي تعالوا بي اي 3 كان بعرض اي اي. بالظبط. ويعني خوت العالم لانه كان شكلها كثير مميز وكان شكلها كثير حلو وشبيهه هيك شوي الجو البريء تعالوا الاوري مثلا. بالظبط. فايه شكلها حلو. فبرضه دي هتصدر في فبراير، فبراير مليانه على فكره. ايه. بهتصدر في فبراير برضو، ترقبوا المراجعة الأصلية بتاعتنا ليها. كمان بفبراير كان فار كراي برايمال. بالضبط. اللي هي يعني منه جزء جديد عم بيعتبروه من سلسلة فار كراي، بس انه هيك جزء وسطاني مثلاً. أوكي. لأنه ما عم بيعدوها فار كراي 5، عم بيعدوها فار كراي برايمال. والقصة هالمرة تاخذك العصور الأولى. ايه بعصور الأولى، فأنت عم تلعبوا بعالم العالم البدائي عشوائي كرود يعني. وعم تقدر تتحكموا بالحيوانات مثل يعني صلحني اذا عم بقول شيء غلط، بس انه مثل ما عم شوف بالعروض الدعائيه انه عم تقدروا تستعملوا الحيوانات اللي حواليكم تهجموا. بالضبط. لازم تنالوا احترامهم، لازم هيبقى في برضه زي قبائل وكذا يعني. ايه اكيد. بالضبط. فالقصه بتتمحور بهالعصر والطريقه الحلوه انه حتى يعني مع الكولكترز اديشن عم بينزلوا كتاب بيعلمكم كيف تقدروا تحكوا اللغه اللي هن مخترعينها لهاللعبه، فكتير حلو وشكلها كتير حلو اللعبه. وطبعا احنا فار كراي يعني على طول متعودين على العاب. بالضبط. بالضبط. انا انبسطت بفار كراي 3 بصراحه، one of my favorites. طيب عندنا كمان اللعبه اليوبي سوفت تظهر ان شاء الله في مارس، وكمان البيتا بتاعتها المفروض الاسبوع الجاي. يس. The Division. أنا عاجبني، أنا مستني The Division تنزل لأنها هيبقى النقاش عليها حلو، لأن في ناس تعتبرها MMO وناس ما تعتبرهاش MMO، مع إنها هي تميل لل MMO بشكل أو بآخر. MMO RPG. إيه بالظبط، فيعتمد إذا أنت هتحب تلعبها. الحلو في الموضوع كمان إنه هتبقى اللعبة متعربة بشكل كامل، بما فيهم الدبلجة وكل حاجة، فده شيء إحنا فخورين بيه إن يوبيسوفت تشتغل عليه. غير كده كمان انه اللعبه دي هتخليك ان انت تلعب لوحدك او مع فريق من اصحابك، يعني مع انه فيكم تلعبوا اونلاين مش مضطرين تكونوا عم تلعبوا معانا. بالظبط. تلعبوا لحالك. بالظبط. وكمان شفنا مقالات طلعت قريب الاسبوع ده انه بتقول انه المهمات هتبقى فيها زي بتقولي كل مهمه ليها قصه صغيره كده، فده شيء حلو كمان.
فترقبوا الريفيو بتاعها، المراجعة بتاعتها، ترقبوا كمان انطباعاتنا عن البيتا لما تصدر الأسبوع الجاي، والعبوها كمان لما تنزل، يعني تنزل على الاكس بوكس 1 وبيس بيس بي سي والبي اس 4. مساء الخير. عندك انت كمان؟ انا عندي باتل بورن. اوكي. ما عندي، مش متفائل من اللعبه دي، مش عارف ما بعرف، ما حدا متفائل فيها خالص. بتعرف ليش؟ انا برايي لانه حتنزل اوفر واتش كمان هالسنه، حاحكي مع حاحكي عنهم دغري ورا بعض لانه كثير بيشبهوا بعض. اوكي. اول شيء باتل بورن من جير بوكس، يعني نفس العالم يلي طوروا بوردر لاندز. وكل العالم اول ما اعلن جير بوكس عن باتل بورن قالوا طب ليه عم تعملوا هاللعبه مش بوردرلاندز جديده مثلا؟ بالضبط، لانه اللعبه مع انه شكلها حلو وهي لعبه قتال اونلاين ويعني فيها الرسومات حلوه والاسلحه حلوه، بس منا مميزه باي طريقه نحن فيها نشوفها هلا من العروض الدعائيه. بالضبط، فهم يمكن مش عارفين يعني ايه يحط لها دعاية كويسة أو يعلنوا عنها بشكل كويس. شفنا مع إنه مقاطع جيم بلاي، بس إنه بعدنا يعني عم نحسها إنه ما في شيء جديد. مش لا فيها شيء جديد، بس ما فيها شيء مميز. خاصة لما نكون عم نقارنها مع Overwatch اللي هي عم تصدرها Blizzard، يعني من الأول في عندك اسم كتير كبير وراها لهاللعبة. بالضبط. و Overwatch شكلها أحلى بمئة مرة عن Battleborn. وإحنا جربنا البيتا بتاعتها كمان من شهر أو شهرين تقريبا، وكانت حلوة جدا. Overwatch Overwatch رهيبة، الشخصيات فيها بتعقد، القدرات تعاونهم كتير حلوة، خاصة هذا اللي بتقدر ترجع بالزمن. كتير حابة أشوف كيف هذا الشيء حيأثر على اللاعبين الباقيين. بالضبط. عرفت؟ لأنه يعني هي بأنه أونلاين، فأنت مثلا شخصية بترجع بالزمن، الباقيين شو بيشوفوا؟ بالضبط. فهاي هذا شيء كتير حلو، إنه الاختصاصيين قدراتهم كتير حلوة، رسومات كتير حلوة، ومتعودين نحن من بليزرد إنه لما ينزلوا لعبة تنزل مظبوطة، يعني ما فيها لا غليتشز، ما فيها لا أغلاط، ما فيها شيء، ما فيها شيء. بالضبط. فمشان هيك يمكن باتل بورن العالم ما كتير متحمسين عليها، لأنه أوفرواتش اللي بتشبهها كتير حتنزل وحتكون أفضل منها. بس يعني كمان لازم تراقبوا الاثنين. بالضبط. إذا أنتم من محبي ألعاب الأقواس أونلاين. لأنه أنا هرجع أقول برضه يمكن مش عارفين جير بوكس مش عارفين يسوقوا باتل بورن كويس. مظبوط. يعني احنا ممكن نكون عم نحكم عليها بشكل مسبق. هلا في لعبه انت متحمس عليها كثير علي، ميرز ايدج كاتاليست. انا بلعب يعني اوكي، انا اعتبروني اسمه ايه ده جيلتي اس تشارج. انا لسه بلعب ميرز ايدج 1 دلوقتي، والمعروف عن ميرز ايدج الجديده ان هي مش تكمله لل يعني مش جزء ثاني. بالظبط. ولكن انا متحمس ان اشوف هيقدموا ايه بالظبط في اللعبه. هل هيخلوا الكات سينز انيميتد زي الجزء الاول؟ لان ده الشيء الكل حبه في اللعبه. الجرافيكس تبقى شكلها عامل ازاي، طريقه التحكم، القصه نفسها كمان، كله. انا متحمس اعرف الدايس واي اي هيدوه لنا في الجزء ده. شفنا من دايس مع ستار وورز باتل فرونت انه كمان اشتغلوا كتير على الرسومات، وصار فيهم يتقنوا رسومات بشكل بيناسب يعني اجهزة الجيل الحديث، وبيقدروا يستعملوا التكنولوجيا على الماكسيموم. بالظبط. فكمان فيها ترقب انه تكون الرسومات تاعو حلوة كتير. بالظبط. ولكن اذا عايز تتكلمي على المحتوى، ما كان شيء محتوى، فربنا يستر. هلا بنشوف. بالظبط. انت عندك ايه كمان؟ من بعدها في عنا ديوس اكس مانكايند ديفايدد. اوه ماي جاد. هاي انا متحمسة عليها كتير من اول ما سمعنا عن الاصدار تاعو. بالظبط. من اول ما شفنا عرض دعائي. من اول ما شفنا جنان. عرض دعائي. ديوس اكس يعني انا كثير حبيت اول لعبة. ومتحمسة كثير ارجع العب، بحب الشخصيات، بحب العالم. بالظبط. كمان بحب يعني الخيال العلمي اللي فيها، الاسلحة اللي فيها، طريقة القتال، كلياتهم هدول بيعنوا لي كثير وبحبهم كثير. واذا بيقدروا يعملوا لعبة مثل اول وحدة بس مطورة اكثر، مع تحكمات اسلس ورسومات احسن، بكون انا كثير مبسوطة. اوكي. وطبعا هتشوفي برج خليفة فيها كمان. طيب هديكي فاينل فانتسي واخد انا مافيا 3. فاينل فانتسي 15 اللي احنا بنتمنى انها تنزل السنه دي. نتمنى تنزل هالسنه لانه الى قرن بيطور فيها. هيدي مشكلتهم سكوير اينكس مع العاب فاينل فانتسي وكينغدم هارتس، انه كثير بيطولوا بعمليه التطوير. يعني ما بعرف ليش، اذا بدهم يجيبوا عالم اكثر يشتغلوا معهم. بالظبط. مطورين اكثر او اي شيء ثاني. احنا نتطوع. احنا نتطوع. بالظبط. لانه كثير 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 بيطولوا بتطوير الالعاب، وبينزلوا لك شي 100 ديمو و 100 عرض دعائي، وبيغيروا وابديت وابديت للديمو وكل شيء. يعني الفاينل فانتسي 15 صار لاعبين لنا 2 ديموز. وشفنا عروض دعائيه ولهم بيغيروها من مدري وشوية. القصه مش عارفه الشخصيات تحصل فيها ايه والشخصيات مش هيحصل فيها ايه. طيب اديني اللعبه. وكانوا عم بيعملوا عن
13 بارت 2 ما بعرف شو بيجاب غيره رأيهم و 10-10-2 فالله يستر. بس من الدمو يلي لعبناه فان فانتسي 13 شكله كتير حلو. عالم مفتوح والوحوش ما بدي اقول وحوش يعني الحيوانات اللي فيه خلابة ومبدع كتير بالضبط. انا حسيت طريقة القتال فيها تتحسن. حسيتها هيك تقيلة شوي يعني ما منها كتير ريسبونسيف ما بتستجيب بسرعة. فان شاء الله يكونوا عم بيطوروا هذا الشيء او عم بيضبطوا. بس غير هيك القصة شكلها بسلر. الشخصيات لذيذين ويعني فاينل فانتسي متعود على العاب حلوة كتير من هالسلسلة. اما بالنسبة لمافيا 3 فمافيا 3 زي ما احنا عرفنا انه هي بتاخدك لاواخر الستينات وبتتكلم عن السود انه السود ضد البيض والحرب العنصريه بالضبط. و اي ثينك الشهر اللي فات كان في فيديو من اي جي ان بيوريكي شويه طريقه لعب للعبه اللي لما بتشوفيها بتحسيها انه للوهله الاولى بتحسيها ان هي جراند ثيفت اوتو فاهمه ازاي بس على مافيا 3. في لقطه من اللقطات عجبتني في طريقه اللعب انه هو انه شخصيته بتكون ماشيه في الشارع وفي ست بيضه بتمر من جنبه اول ما بتشوفه بتخاف وتبعد. اوكي ف حاسس انه اللعبه دي هتبقى كويسه. طبعا ما عندناش لسه معلومات عنها كتير اوكي ولا حتى المفروض تنزل السنه دي بس ما عندناش حتى تاريخ اصدارها مش انا غلطان. غير كده كمان بس حاسس من انا في الفيديو اللي احنا شفناه انه هيبقى فيه تركيز على التفاصيل بشكل كبير. هلا قصة مافيا 3 انا انغرمت فيها. مافيا 2 ما حبيتها ابدا الا النهاية تاعتها كانت حلوة. اوكي. فان شاء الله مافيا 3 يرجعوا لهيك انه يرجعوا يحسنوا فيها القصة ويكون لها قصة عميقة. مثل ما عم نشوف انه يعني اول شيء البيئة يلي هن فيها مثيرة للاهتمام. بالضبط. وبيقدروا يعملوا كثير فيها اشياء. حلوة بالضبط. هلا اكيد غير هدول في كثير العاب ثانيه مثل ما قلنا باول فيديو حتصدر هالعام على كذا جهاز وعلى البي سي كمان وفي العاب لسه ما تاكدتش زي باتل فيلد او كول اوف ديوتي واكيد يعني متوقع صح انه ينزلوا جزء جديد من كول اوف ديوتي فيفا بيز كل هدول الالعاب اللي انتم بتحبوها ونحن بنحبها حيصدروا اجزاء جديده لهم على اجهزه بس بعدنا يعني بعدنا ما بنعرف اي معلومات عنهم واكيد لما نعرف حنخبركم اول شيء بالضبط. هلا مثل العاده خبرونا انتم بالتعليقات شو رايكم اي من هالالعاب متحمسين اي من هالالعاب مشيها متحمسين عليها واذا في لعبه انتم متحمسين عليها نحن ما ذكرناها اكيد خبرونا وحابين نعرف شو رايكم بالضبط. ما تنسوش كمان احنا عملنا الاسبوع اللي فات واللي قبله عن الالعاب الله اكبر عن الالعاب اللي هتصدر حصريا على الاكس بوكس 1 وحصريا على البلاي ستيشن 4 فنحط لكم الفيديوهات كمان عشان تقدروا تشوفوهم بس تخلصوا الفيديو ده. وما تنسوش لو انتم جداد على القناه اهلا وسهلا بيكم على قناه اي جي ان الشرق الاوسط. لو انتم قدام انتم عزيزين علينا دايما اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب وشاركونا النقاش. هذا كان كل شيء. اذا حابين تشوفوا نقاشات اكثر مني ومن عليا عن عالم الالعاب اللي انتم بتحبوه انتم المحل المضبوط اي جي ان الشرق الاوسط.